الصعبة. ساعة واحدة مليون. ماكو ساعة واحدة الباص. وحقك ساعة واحدة. والله عيب. والله مثله. يعني راح سكت لا 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 لا. يا عمي. أولا المجلس محافظة كربلاء من تأسس من أسسوا الأمريكان إلى يومنا هذا ما قدم أي شيء لصالح كربلاء المقدسة ولا لصالح شعب الكربلائي. أولا يجيبونا تنصيب لا محافظ منتخب هذا. جابوا تنصيب. إحنا إلى متى الشعب الكربلائي يبقى ساكن؟ بس أريد أعرف إلى متى يعني. إحنا 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 نريد حل هاي المشاكل اللي تمر بها كربلاء. وين نروح؟ نروح نشرد؟ يعني احنا نصير لاجئين بس قل لي شنو الذنب سويناه بس قل لي يعني انتخبناهم بعدين صاروا ما ادري شنو سووا بيناتهم اتفاقيات وسوون شغلوهم زين احنا وين نروح ما ندري وين نروح فاسدين الله ينتقم عليهم والله العظيم ماكو كهرباء ماكو مليون 5000 والله 5000 فانسي الله اكبر الله ينتقم عليهم ان شاء الله والله ما بيهم شريف خليني احكي ما بيهم شريف والله العظيم الله لا يوفقكم انتخابات كانت كهرباء اكو احنا طلاب مدارس ترى ثالث احنا ترى ما يصير هيك احنا ما يصير هيك قبل الانتخابات يصير هيك بينا خلصت الكهرباء انتخابات بعد ما كهرباء ما يصير هيك نموت هسه شلون نقرا احنا شلون نقرا ماكو هيك ترى ما يصير هيك قانون يعني هسه وزير الكهرباء 20 ساعة وين هسه بسجل وين هيك ما يصير ترى هيك حتى الساعة ماكو ترى ما يصير هيك احنا طلاب مدارس بكالوريا نبدي الاحد نبدي 10 رمضان نخلص قبل العيد بثلاث ايام اذا نضل هاي وضعيتنا ايش تترجى من عندنا اذا اشوف بلد هذا قدامي مفلت ثاني شيء انا عندي محاضره خلصت المحاضره واجيت اريد اوقف هنا أنا. احنا السنه كلها نديق ندخل بكالوريا اهلنا ويانا بطلع الروح مصر صرافه تجي هذا الشهر قبل الامتحانات شنو ماكو كهرباء هاي وحده ابو المولده تروح لابو المولده حق الرجال شو يقول قل لك انا عندي اوقات جانا هذا الخط الذهبي هم شويه رحمه بس انا عدي انت عندك انت عندك انت عندك الفقير اللي قاعد بالتجاوز هذا شلون شو يسوي هذا ابو المولده وسيله يجوا فقره لو لا احنا بلاد النهرين مي ماكو مو عيب عليكم هذا المي نشتريه باليوم 4 ملايين برميل وين يروح الفلوسن 4 ملايين برميل وين يروح فلوسن بس من لغزتك من لغز اسمع من 2003 لحد الان صارنا 15 سنه لو كل سنه كهرباء تتحسن ساعه واحده كان لسه احنا عندنا 15 ساعه زين ولكم مو عيب مرتي حاملاني الباحه تبكي كهرباء ماكو صايمه ولكم انتم ربوا عندكم دول اليهود احسن من عندنا دول باع الاتراك الاتراك جاي يسووا السفر للصيام مالتهم ولكم احنا شيعه احنا مو شيعه والله مو شيعه والله عيب عليكم نادر مو حكومه قبل الانتخابات ليش ما كانوا يطفونها؟ ليش هسه؟ شنو الفرق؟ يعني وين نروح بس قل وين نروح؟ نشكي وين نشكي؟ نشكي على الله؟ امتداد للتظاهرات السابقه واحنا مخلين في بالنا عدم المساس بالقوات الامنيه لان احنا اخوانهم وهم هم مظلومين مثلنا ممنوع واحد يدحك بيهم ابدا ولا نريدهم يقتلون المتظاهرين نريدهم يقتلون الفاسدين ممنوع واحد يقتل المتظاهر المتظاهر طلع في سبيل حقه في سبيل يرفع الظلم عنه ممنوع واحد يمس المتظاهر اللي يمس المتظاهر يروح يمس الفاسد يروح للفاسد يقتله حتى يشيل هذا الهم والظلم والظلم من الشعب العراقي الشعب العراقي شبع ضيم صار له 15 سنة 15 سنة ماكو تغيير احنا نريد تغيير احنا هاي المظاهرات مو على مود المي على مود شاف مي يجي يغسل وجهه بيه لا نريد تغيير من الجذر نريد تغيير جذري جذر العملية السياسية كلها غلط صار 15 سنة يومية تقول باكر عقبه باكر سنة الاخ شنو يعني؟ يعني شنو؟ مليار تريونات عمارة من عماراتكم البرة عمارة من عماراتكم البرة تسوي كهرباء العراق كلها ما عندنا نفط الكهرباء من النفط ما عندنا نفايات اي بلد ما بي نفايات ابد بلد ما بي طاقة شمسية ليش؟